إنها أسرة المختطف زكريا قاسم تقف في ذكرى إخفائه الثانية في شارع المعلى بالعاصمة المؤقتة عدن. ففي 27 من يناير من عام 2018 اختطفت قوات التحالف التربوي زكريا من أمام منزله أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر. من يومها لم تعرف أسرته شيئا عنه، لا مكان اعتقاله أو حتى حالته الصحية. في الذكرى الثانية لاختطاف أخي زكريا أحمد قاسم، للتأكيد على مطالبنا في الكشف عن مصيره والإفراج عنه وعن جميع المخفيين قسرا. سنتان من المعاناة، من الظلم، من الحرمان، من البحث، من الإجراءات في كل المرافق الحكومية والحقوقية والمنظمات. هي واحدة من عشرات الأسر التي أخفي أبناؤها في سجون قوات التحالف بعدن ومحافظات أخرى. اختطاف دون محاكمة أو تهمة، لا زيارات أو لقاءات، هكذا تقول إدارة السجون التابعة لقوات التحالف لأسرة زكريا. يندد المحتجون باستمرار مسلسل الإخفاء القسري الذي يطال الكثيرين، مطالبين بالكشف عن مصيرهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية. طالب الجهات الرسمية ونطالب حكومتنا الشرعية بأن تنظر في أمر هذا الرجل الذي أخفي والآن له سنتان، يعني توجع القلب إذا نظرنا إلى أهله، إذا نظرنا لزوجته رأينا فيهم الحزن. ما الذي اقترفه؟ من الذي عمله حتى يصير أمره بهذا الشكل؟ إدارة أمن العاصمة المؤقتة وعدت بإطلاق سراحه في وقت سابق، لكنها لم تفي بوعدها، ويبدو أنها ليست عازمة على فعل ذلك، وتقدم هذه الرواية البديلة. نحن في البداية ذهبنا إلى مدير الأمن السابق شلال شايع، فوعدنا بأنه سوف يحقق معه فترة معينة زمنية، ومن ثم سيطلق سراحه. ومن ثم عدنا مرة ثانية، رحنا إلى عنده، فعدنا إحنا نفس الكلام، ونتفاجأ في المرة الثالثة أنه يقول إحنا أنه زكريا لا أعرفه، ولم يكن معنا، ولم يدخل إلى سجوننا، ولا نعرف عنه أي حاجة. تضامنا مع قضية هذه الأسرة، دعا ناشطون في عدن إلى إطلاق حملة مساندة للضغط على السلطات من أجل الإفراج عن زكريا قاسم، الناشط في المجال الإغاثي والإنساني وعضو المجلس المحلي سابقا. عند مجيء الذكرى الثالثة، هل سيكون زكريا آنذاك بين أهله ومحبيه أم في مكانه قابعا خلف السجون؟